كما استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج اليوم مجموعة من الشبان التونسيين المنتفعين ببرامج التبادل العلمي والثقافي في إطار برنامج التعاون الدولي مع وزارة الخارجية الأمريكية. وقد استعرض الشبان خلال اللقاء التجارب الشخصية والمشاريع والشركات الناشئة التي تم بعثها في عدة مجالات. شدد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لدى استقباله اليوم مجموعة من الشبان التونسيين المنتفعين ببرامج التبادل العلمي والثقافي في إطار برنامج التعاون الدولي مع وزارة الخارجية الأمريكية. شدد على أهمية برامج التعاون الدولي في تمكين الشبان التونسيين من رصيد علمي وتكنولوجي إضافي يؤهله لبعض مشاريع خاصة تساهم في دفع الاقتصاد الوطني وإحداث مواطن شغل والنهوض بقطاعات البحث العلمي والتكنولوجي. أحسن رصيد هو راهو رصيد العلم والتكنولوجيا الحديثة والتطبيق، يعني مش مسألة نظرية يعملوا ريسيرش دون ليسباس، لا في تونس أحسن مال تكوين تاع العمل يعني هام. وخلال اللقاء استعرض الشبان الذين شاركوا في هذا البرنامج التجارب الشخصية والمشاريع والشركات الناشئة التي تم بعثها في مجالات عديدة كالتكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي وإدارة الأعمال وغيرها. أول حاجة عملناها هي دينا كور عن طريق الانترنت في الفريق لكل تدريس اليوم انفورماتيك، وبعد ديت برنامج للبنات الصغار اسمه تكنوريشن ديني في تونس نعلموا البنات الصغار اللي مازالوا في الكوليج والليسي كيفاش يصنعوا دي زابليكاسيون موبيل باش يحلوا اي مشكله في المجتمع. نسيت اعرف شركه اسمها انزاد، دونك اليوم بعد 26 من 3 سنين قاعدين نخدموا في سبعه مواطن شغل اللي هما سي دي انجينيور وتخرجي الكليات. زاد عام سنين باش ننسيو فيليال في كندا اللي هي باش تحل الافاق نتاعنا وباش نوليو اون بروبوز تكنولوجي تونيزيان للعالم. الحاجه الباهيه اللي احنا تمكنا باش بسلسله البحوث ديما نحاول نعمل بحوث ميدانيه نشوف كيف لي بيرسيبسيون دي جون ومن بعد نعمل دي انترفونسيون بازي سور لا ريشيرش باش نحاول نسهلوا دي ديالوج كوميونيتي في مرات مجتمعيه تجيب الشباب تجيب الامن تجيب اساتذه غيره. دونك يجلسوا مع بعضهم يصير حوار دونك في تشريك الشباب واللي يسمح فيريمون انك تمكنهم انهم يساهموا. يلزم فما متابعه، يلزم هذا توصلوه في تونس وتخلقوا ديناميكيه جديده في الشباب تاع تونس. وانا نعتقد وان هذا هو المطلوب، المطلوب العقليه تتبدل وكيفاش باش واحد يكون شركه تتبدل. يعني وكيفاش معناها يجلب الشباب الاخر هذا هذا هو المطلوب وتونس راهي في حاجه لهذا. هذا وثمن رئيس الجمهوريه بالمناسبه التعاون التونسي الامريكي في مجال التبادل العلمي.